صواريخ الكاتيوشا تخترق مطار بغداد الدولي وتستهدف طائرات جاثمة، والإعلام الأمني يمسك بخيوط مهمة للمتورطين. إدانات واستنكارات رسمية ودولية لجريمة استهداف المطار، وسيد الحكيم يدعو إلى التحقيق الفوري ومعرفة الأجندات الساعية لزعزعة أمن العراق. العامري يشدد على ضرورة التوافق على منصب رئيس الحكومة المقبلة، ويعارض أغلبية سياسية تقصي طرفا شيعيا معنيا. الكهرباء كلش مزينة، الوضع كلش تعبان، الكهرباء جاي تطفلها ساعتين ثلاثة تجي لساعة واحدة. مع اتساع دائرة البرد في البلاد، أزمة الكهرباء تتسع في العراق، والوزير يطالب بفواتير الجباية من المواطنين والمؤسسات. أهلا بكم. أطلق مركز الدعم الدبلوماسي داخل مطار بغداد صافرات الإنذار لغرض الفحص التجريبي، وجاءت تجربة إطلاق صافرات الإنذار بعد تعرض مطار بغداد الدولي إلى هجوم بستة صواريخ من نوع كاتيوشا استهدف مدرج الخطوط الجوية العراقية، ما خلف أضرارا مادية كبيرة بالبنى التحتية وبطائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية. في الوقت نفسه طمأنت سلطة الطيران المدني العراقي المسافرين والرأي العام باستمرار حركة المسافرين بوضعها الطبيعي في مطارات البلاد كافة، خصوصا في مطار بغداد الدولي. إلى ذلك أصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا مفصلا عن القصف الصاروخي على مطار بغداد الدولي، وسمت الخلية في بيانها عصابات لا دولة الإرهابية هي من أقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي بست صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد. الصواريخ سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج. وأكدت الخلية إن هذا الفعل الإرهابي يسعى إلى تقويض الجهد الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للعراق وإعاقة نشاط جهود الخطوط الجوية العراقية. وأشار البيان إلى أنه وفور حصول هذا العمل الإرهابي شرعت الأجهزة الأمنية والاستخبارية بإجراءاتها، وعثرت على ثلاثة صواريخ داخل منصة للإطلاق في قضاء أبو غريب قرب إحدى المبازل. وكشفت الخلية أن مفارز المعالجة تمكنت من إبطال مفعول الصواريخ، كما تم التوصل إلى خيوط مهمة عن الجنات للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم للعدالة. بدوره طالب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم بتحقيق فوري في قصف مطار بغداد الدولي بالصواريخ، وأدان السيد الحكيم واستنكر استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ داعيا إلى وجوب التحقيق الفوري في هذه الأعمال التي تستهدف البنى التحتية للبلد ومنشآته المدنية لمعرفة مرتكبيها والأجندات التي تقف خلفهم والتي تسعى لزعزعة أمن واستقرار العراق، مجددا مطالبته الجهات الأمنية بتكثيف الجهد الاستخباري لتأمين حياة المواطنين وحماية المرافق الجوية الحيوية في البلاد. إلى ذلك ارتفعت الإدانات والتحذيرات السياسية والحكومية من تكرار العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحكومية. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا جميع القوى والأحزاب والتيارات السياسية إلى التعبير عن رفضها وإدانتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الصاروخي الخطير، معتبرا أن الصمت على هذا النوع من الاستهدافات يعده المجرمون غطاء سياسيا لهم. من جانبه اعتبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي استهداف مطار بغداد الدولي يمثل استهدافا مباشرا لسيادة الدولة ومنشآتها، ويشكل تهديدا لسمعة العراق، داعيا إلى العمل الجاد لإيقاف هذه الممارسات الإرهابية. هذا وندد الإطار التنسيقي بأشد العبارات استهداف مطار بغداد الدولي، واعتبرها عملا إرهابيا إجراميا يراد منه إثارة الفتنة، داعيا جميع القوى الوطنية للتلاحم ورص الصفوف والابتعاد عن منهج الإقصاء والاستقواء بالخارج، وذلك لتفويت الفرصة على الأعداء للعبث بأمنه وسيادة العراق.
بعثة الأمم المتحدة يونامي أعربت عن بالغ قلقها أزاء تعرض مطار بغداد الدولي إلى الهجوم الصاروخي، ودعت جميع الجهات المعنية إلى التحرك وتجاوز مرحلة الإدانة للوقوف صفا واحدا لكشف الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم. رئاسة إقليم كردستان اعتبرت أن استمرار محاولات زعزعة الأمن والاستقرار يعد تطورا خطيرا يجب الحد منه، وأن وجود التهديد والمخاطر على أمن المطارات يضر باسم العراق ومكانته الإقليمية والدولية. أكد مراقبون أن عملية استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ الكاتيوشا يستهدف خلط الأوراق وارهاق الملف الأمني في البلاد، فيما يرى آخرون أن الملف الأمني في البلاد هو كتلة واحدة لا تقبل التجزئة. المزيد في التقرير الآتي. استهداف مطار بغداد الدولي ومن قبله السفارة والبعثات الدولية في العراق، عمليات لطالما توصف بالإرهابية لم تستهدف البعثات الأجنبية حسب، بل تمس سيادة الدولة العراقية وهيبتها. مطار بغداد الدولي يقصف بصواريخ الكاتيوشا، ولم يكن الاستهداف الأول من نوعه لمنشأ مهم في البلاد. من يقف وراء هذه الهجمات حاول يبعث برسائل عدة، أبرزها خلط الأوراق في ظل أزمة سياسية يحاول الفرقاء التوصل إلى حل لها والابتعاد عن الانسداد السياسي على وقع الحوارات. الرسالة الثانية هي إرباك الوضع الأمني في العاصمة بغداد على وقع الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي المرابطة على سواتر الصد الأول. وفي حقيقة الأمر يرى مراقبون المشهد في البلاد أن الملف الأمني في العراق لا يتجزأ، فهو وحدة كاملة تهدف إلى تضعيف الدولة لصالح من يؤمن بالفوضى، ومن فك الأمر إلا أن يزداد تعقيدا على عرصة السياسة والتفاهمات. فأمن البلاد لا يتحقق بالبندقية والتمترسات والملاحقات الأمنية فحسب، بل استقرار سياسي يكبح جماح من يحاول تعكير صفو الأمن وخلط الأوراق وبعثرتها. دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري إلى ضرورة التوافق بين القوى السياسية في تشكيل الحكومة، وشدد العامري في كلمة له على ضرورة التوافق على منصب رئيس مجلس الوزراء وإدارة المرحلة المقبلة. ودعا العامري جميع القوى إلى أن تضع مصالح الشعب العراقي في المقدمة وتضع المصالح الخاصة على جانب آخر، معبرا عن مواقفه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية حقيقية بشرط أن يكون جزء من القوى السياسية في المعارضة والجزء الآخر في الموالاة. وحذر العامري من استثناء طرف شيعي في تشكيلة الحكومة القادمة في الوقت الذي يكون الكرد والسنة والشيعة في المعارضة والموالاة، وأكد أنه ليست لديه مشكلة بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، داعيا التقدم الديمقراطي والصدريين والقوائم الفائزة للمبادرة بتشكيل الحكومة. إلى ذلك، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي عن عدم توصل الأحزاب الكردية إلى أي اتفاق ثنائي حول مرشح رئيس الجمهورية، وأكد الفيلي خلال المرصد الخبري أن كل حزب عازم على طرح مرشحه في جلسة البرلمان. الآن المواقف ثابتة، كل حزب وكل جهة يعني متمسك بموقفه. الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني متمسكين بترشيح السيد برهم صالح
رئيس الجمهورية الأسبق أو الحالي وإعادة ترشيحه، وأيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض هذا الترشيح لأنه منصب رئيس الجمهورية هو من استحقاق المكون الكردي وليس حكرا على حزب أو جهة بعينها، فيجب الاتفاق داخل البيت الكردي على الشخصية التي تتسنم هذا المنصب. نعم. ومن ثم الذهاب إلى مجلس النواب بمرشح موحد ولكن هذا لم يحدث لحد الآن، وبالمقابل رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ هشار زيباري. ومع استمرار الخلافات الكتلوية حول مصير الرئاسات المتبقية، ترتفع الدعوات الشعبية لتجاوز القوى السياسية خلافاتها الشخصية والنظر لمصلحة البلاد العليا لحسم الرئاسات وبناء حكومة قوية. حسين ياسين والتفاصيل. مطالبات واسعة أطلقتها مختلف شرائح المجتمع دعت من خلالها القوى السياسية إلى ضرورة تجاوز مرحلة الخلافات والعمل الفعلي لحسم ملف ما تبقى من الرئاسات وتقديم المصلحة العامة على المصالح الأخرى التي تؤخر الاستحقاقات المهمة المنتظرة من قبل المواطنين. رغبة شعبية، يجب ترك الخلافات جانبا ويجب البدء من جديد، ويجب تدارك الموقف خصوصا وأن هناك تحديات اقتصادية وإرهابية من خلال داعش وغيره يتعرض لها البلد، لهذا على الجميع التنازل لبعضهم البعض، وعليهم أيضا معالجة كل الأخطاء التي حدثت في المراحل البرلمانية السابقة. وتتزامن هذه الدعوات في وقت يشتد فيه الخلاف داخل البيت الكردي على منصب رئيس الجمهورية، وسط توقعات بأن تسمية المرشح لن تتحقق من دون التوصل إلى توافق. أعتقد هذه الصراعات ألقت في ظلالها حتى على العملية السياسية. المشكلة عندما يحضر البرلمان بانتخاب رئاسة الجمهورية عليها أن يحضر بثلثين، طيب إذا غاب الإطار والاتحاد الوطني كيف يحقق الثلثين 220؟ هذه كذلك مشكلة. فإذا هناك تعقيدات في المشهد السياسي، فأعتقد أنه على اللاعب أو صانع القرار السياسي العراقي أن يحلل هذه المشكلة بعيدا عن التصعيد. إلى ذلك أكدت آراء أخرى أن لا خيار لجميع القوى السياسية إلا بالحوار الحقيقي الذي يضمن حسم جميع الملفات وفق التوقيتات الدستورية. في المحصلة فإن المرحلة الراهنة لا تتحمل مزيدا من التعقيد، وإنما ضرورة تحمل المسؤولية وتقديم الخدمة للشارع العراقي، وهو ما تتفق عليه أغلب الآراء. حسين ياسين، الفرات، بغداد. يعاني أهالي العاصمة بغداد وبعض المحافظات من تراجع ساعات التجهيز الكهربائي وسط انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أسعار بئر المولدات. وشكى أهالي العاصمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غرق معظم المناطق بالعتمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة، إذ وصلت ساعات التجهيز ساعة كل 5 أو 10 ساعات انقطاع متواصلة في معظم المناطق، ما دفع أغلب الأسر للعودة إلى الأساليب البدائية للحصول على التدفئة وتسخين المياه للاستحمام، مطالبين وزارة الكهرباء والجهات المعنية بإجراء عاجل للوقوف على أسباب تردي الطاقة ومحاسبة المقصرين عن هذا الملف. شكى وزير الكهرباء عادل كريم من مبالغ الجباية ووصفها بالضئيلة،
وقال كريم إن العدادات الذكية لها أهميتها الفائقة في السيطرة على الأحمال من أجل القضاء على الضائعات المتمثلة بالتجاوز على الشبكة وتجهيز العشوائيات والإنشطارات غير النظامية. وبين أن المبالغ الجباية ضئيلة ولم تحصل خلال سنة واحدة إلا على نصف المبالغ المترتبة بذمة المؤسسات والمواطنين، وهي لم تفي بالغرض لسد متطلبات المشاريع، وإذا تم تفعيل نصب هذه العدادات فسوف تعود بمبالغ جباية كبيرة. في الوقت الذي تتكلم الوزارة عن جباية للطاقة، يتحسر المواطن على الكهرباء المفقودة، وهو المشهد الذي يتقاسمه العراقيون وينادي به أبناء محافظة واسط. فالح القريشي والتفاصيل. هذه المدفأة فقدت جدواها، فهي كشجرة احتفال تضيء وتنطفئ ولا تبعث أي دفء. فالكهرباء في واسط نكتة هذا الشتاء، ساعات انطفاء طويلة جدا وغير محتملة، يرافقها برد قارص ولا من مجيب. الكهرباء كل شيء ما بيها الكهرباء، عايزين احنا البلد بلد عايز، هو البلد اعظم بلد بالعالم هو العراق، واسكن دولة بالعالم هي العراق. شنو سووا ردفتهم محطات عالمية، ما يقدر هاي مال الحسينية ما يقدر يسوي كهرباء. إيزار ما جاي يشتغلن، يعني جاي نحمي ماي. الوضعية مو يعني كانت بالصيف أحسن، نقول بالشتاء يصير أحسن، ماكو سحب ماكو حميل، شو طلعت يعني أكثر. البرد سنة الشتاء وهي عادته منذ الأزل، ومن توجه له سهام النقد، ومن عجز عن توفير أبسط متطلبات الحياة للمواطن. فالكهرباء على يسر توفيرها، من فكت من أن تبقى عصية عن الحل، وسر لا يعرف الكثيرون ماهيته. الكهرباء كلش مو زينة، يعني تجي لها ساعة وتطفى ساعتين، زين وين هسه شو؟ لا مي لا كهرباء، كل شيء ماكو، يعني حال الضيم حالنا. الكهرباء كلش مو زينة، الوضع كلش تعبان، الكهرباء جاي تطفى لها ساعتين ثلاثة تجي لها ساعة واحدة. زين بالشتاء هيك، بالصيف شلون؟ بالنسبه لتجهيز محافظه واسط بالكهرباء، تجهيز تعبان الى ابعد الحدود. تجهيز يعني تعبان بمعنى الكلمه، يعني عندك الانقطاع يعني تكون مشتعله اقل الساعه، والانقطاع يكون 6 ساعات او 7 ساعات. يذكر ان الكهرباء في واسط تتذبذب بين التجهيز والانطفاء، كما تتذبذب في انخفاض وارتفاع الفولتيجا وهلم وجرا. الكهرباء مشكلة كل الفصول، فهي لا تنفع في الصيف للتبريد ولا في الشتاء للتدفئة، لأنها غير موجودة في الأصل. لذا وصل المواطن إلى حد اليأس من أي حديث عن حلول لها. من واسط، صالح القريشي، الفرات. أعلنت شركة أسيسيل فوزها بجائزتين عالميتين من مؤسسة أوكلا العالمية، وقالت الشركة إن الجائزة الأولى التي حصدتها هي جائزة أسرع شبكة موبايل في العراق، والجائزة الثانية هي لأسرع إنترنت في العراق. وأضافت الشركة بأنها مستمرة في استثماراتها وتلبية طموح المواطنين وتوفير أفضل تكنولوجيا اتصالات في العالم. سعيدين جدا اليوم بإعلان أسيسيل بفوزها بجائزتين عالميتين من قبل مؤسسة أوكلا العالمية. الجائزة الأولى هي جائزة أسرع شبكة موبايل موجودة في العراق، والجائزة الأخرى هي جائزة أفضل تغطية موبايل بالعراق. وطبعا هذا الإنجاز العظيم ما كان ليحصل لولا
طبعا حجم الاستثمار الضخم اللي وضعته أساسيال في البنية التحتية وفي الشبكة. كان هدفنا الأول هو تلبية طموح المشترك. احنا اليوم كان لنا الشرف نقدم جائزتين مهمتين لشركة AGSL، وهم جائزة أسرع شبكة موبايل في العراق وجائزة أفضل تغطية في العراق، وهذا تقديرا على الجهود الجبارة اللي عملوها خلال فترة الجائزة، تحديد الجائزة هي فترة 6 شهور الماضية. نحن حددنا الفائز بهالجائزة من خلال التست أو اختبارات السرعة اللي بيقوموا فيها المستخدمين، سبيد تست، وهي المنصات والتطبيقات الأكثر استخداما في العالم لقياس سرعة الإنترنت. تحصلنا على أكثر من 250 ألف تست في العراق اللي على أساسه حددنا الشبكة الأسرع، وتحصلنا على أكثر من 70 مليون كفرج سكان أو مسحة تغطية لنحدد الشبكة اللي عندها أفضل تغطية، وكانت AGSL هي الشبكة الأفضل بهالمقياسين، هذول هما السرعة والبست كفرج التغطية. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام مرصدنا، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، نلتقيكم في مرصد خبري آخر. إلى ذلك الحين استودعكم الله وفي أمان الله.